ده فيديو بيشرح اول لاب عندنا هو الماتيريال كلاسيفيكيشن او ماتيريالز ايدنتيفيكيشن ميثود. انا عندي الماتيريالز متقسمه لاكتر من فرع. فروع كتير احنا خدناها قبل كده اللي هي ميتلز ونون ميتلز. الميتلز فيها فيروس ونون فيروس. النون ميتلز مقسمه لحاجات كتير. الفيروس بالمناسبه اللي هو الحاجه اللي فيها حديد. النون فيروس ما فيهاش حديد زي الالومنيوم مثلا او اي سبيكه مش داخل فيها حديد، والفيروس نفسه والحديد نفسه او اي سبيكه داخل فيها حديد. النون ميتالز منقسم لكذا نوع، في بوليمرز وفي سيراميكس. البوليمرز في منها سيرموبلاستيك وسيرموسات والاسمرز والسيراميكس زي ما احنا عارفين. وفي ماتيريا في كاتيجوري تاني اسمها الاورجانيك ماتيريال زي الليزر، جلدك انت نفسه وعظمك، الحاجات دي كلها، الزرع. فده الايدنتيفيكيشن ميثودز اللي بتعرفنا ايه الفرق ما بينهم. اللاب اهو، لاب شيت نقراه بتأني. ده الانترودكشن بسيطة كده وبعض الكاركترستكس الخاصة بكل كاتيجوري منهم، سواء كانت الميتلز او يعني الكالر بتاعها والستراكشر وغيره. وده بعض الدنسيتي لبعض الميتلز الموجودة عندي، الكومن ميتلز. انا عندي اكتر من طريقة وهنشوفها بالفعل في فيديو، يعني جزء قدام في الفيديو. عمليا احنا هنفرق ما بين، يعني في اكتر من طريقه. اول حاجه الفيجوال اوبزرفيشن، اللي احنا نشوف السامبل نحط الفيجوال اوبزرفيشن بتاعنا، لونها، التكستشر، الكالر، الشيب. وفي عندي بعديها ان احنا نحسب الدنسيتي، ازاي تحسب الدنسيتي في انك تحسب الماس، وبعد كده الفوليوم سواء كان قياس او سواء كان بطريقه برضه هنقولها في الفيديو، انك تحسب الدنسي وتقارن طبعا بالفاليوز زي الفاليوز اللي احنا موجودين عندنا هنا اهو كده، بس دي للميتال. قارن انت بفاليوز كتيره اللي احنا هيكون عندنا تقريبا اكتر من عينه وكلهم من كل الكاتيجوريز سواء كان ميتالز او سيراميكس او بوليمرز او غيرها. وفي بعض الطرق التانية زي الالكتريكال كوندكتيفيتي والماجنتيزم، بس الالكتريكال كوندكتيفيتي انت مش هتقدر تحققها. ليه انا قلت الكلام ده؟ هنشوفه قدام في الفيديو. السلام عليكم يا جماعه، احنا دلوقتي بنتكلم فيما يخص لاب 1 ماتيريالز ايدنتيفيكيشن. عندنا عدد عينات معين، واحنا في العادي كنا بنهتم ان هو يبقى مترتب بترتيب معين، بحيث ان انت هتجمع شويه داتا عنده، شويه اوبزرفيشنز، وانت هتحدد في الاخر نوعه بناء على الاوبزرفيشنز. بس هو هيبقى في اساينمنت مختلف لان احنا شغالين اونلاين دلوقتي، فاحنا هنوريكم الفكره العامه بس مش اكتر. دولت سي 12 عينه، احنا في اكتر من طريقه اللي احنا نتعرف بيهم على العينات. اول طريقه الفيجوال، انك بمجرد النظر تقدر تعرف ايه الماتيريال دي، او على الاقل هي بتنضم لانهي كاتيجوري. سواء كانت شكل زي كده مثلا، تحس ان اللاستر بتاعه مطفي فبالتالي تقول ان ده ميتال، ده برضه تحس ان هو ميتال. دوت بيبقى فيج شويه، فيج بمعنى ان هو ممكن تحس ان هو ميتال وممكن تحس ان هو ايه، يعني اي ماتيريال تانيه. سواء انت بيفرق معاك بقى في ايه، في الخطوه التانيه اللي جنب الفيجوال اللي هي السنسنج، انك تمسك الحاجه وتوزنها. وده في الحقيقه كومبوزيت او بوليمر، ده ميتال واضح، ميتال ميتال. نبدا نخش في حاجات تانيه، ده كده فوم واضح طبعا ان هو بوليمر، وده سيراميك. دي اول طريقه كنا بنعتمد عليها في الشرح، ان انت نسيبك تحدد الاوبزرفيشنز بناء على الفيجوال. تاني واحده كنا بنجيب صندوق ونحط فيه الحاجه وبنعتمد على السنسنج، يعني كانك يعني بغض النظر اعمى مثلا، تحس ان انت تعتمد على السنسنج بس، انت هتمسك الحاجه، تمسك العينه وتحس، تحط اي اوبزرفيشنز، هل الايدجز بتاعتها يعني حاده، هل الوزن بتاعها، الكلام ده كله. وتحدد الحاجات ديت، وبعد ما بتطلعها بتشوف رقم العينه. المرحله اللي بعد كده بقى نبدا القياسات، مرحله القياسات ان احنا عايزين نقيس الدنسيتي، وده هيبقى عليه شرح وافر شويه في جزء لاحق في الفيديو، انك تحسب الدنسيتي بتاعت الحاجه دي. طبعا هي الماس على الفوليوم. الماس هنوزنها، هنجيب ميزان ونوزنها. الفوليوم عباره عن انك تحسب الدايمنشنز بتاعت الحاجه وتضربهم في بعض، او في طريقه ثانيه مثلا لو عندك بيكر وفي ميه بالتدريج طبعا، وتحط الحاجه مثلا، لو جبنا مثلا عينه زي كده حطيناها في البيكر وبنشوف ايه الفوليوم بتاع الميه ارتفع قد ايه، وساعتها نطرح ده من دوت نجيب الفوليوم بتاعت حاجه زي كده. دي كده كانت قياسات الدنسيتي. ودي تول ممكن نستخدمها اسمها الفيرنير كاليبر، نستخدمها اللي احنا نقيس الابعاد بتاعته. لو حاجه مثلا ريجولر شيب زي احنا زي دي كده، نقيس اللي هو ايه، طول في عرض، طول كده في عرض، في الهايت اللي هو السكنس ان هو من هو صغير شويه، ونحسب الفوليوم بتاعه ونقسم الاثنين على بعض ونخلي بالنا من اليونتس.
وفي الغالب لانها احجام صغيره فاليونتس هتبقى جرام بالسنتيمتر كيوب الا لو انت حولتها. طب الدنس ديتا احنا حسبناها ازاي بتساعدنا نعرف الماتيريال دي ايه؟ هي ابزرفيشن بتنضم للحاجات بتاعت الفيجوال والسنسنج، والثلاثه بتعتمد عليهم في انك انت تعرف الماتيريال دي. بالاخص ان الدنسيتي ليها فاليو ارقام مش مجرد نوت زي الفيجوال ولا السنسنج، ان دي حاجه لونها معين او سنسنج يعني الحدود بتاعتها الادج بتاعتها يعني حاده ولا لا. دي ليها ارقام، وكل ماتيريال كل كاتيجوري ليها رينج للدنس ديت كفاليوز. عندي الكاتيجوريز الرئيسيه ميتلز وعندي سيراميكس وعندي بوليمرز وعندي كومبوزيتس وعندي حاجات اورجانيك. كل دي الكاتيجوريز الرئيسيه. نيجي بعد كده لحاجات سبيسيفيك شويه اللي هي الالكتريكال كوندكتيفيتي. ده جهاز افوميتر في تو الكترودز اللي احنا شايفينهم دولت، ده بنعتمد فيه ان احنا نشوف الالكتريكال كوندكتيفيتي. الالكتريكال كوندكتورز في الغالب بتبقى ميتلز. في طريقه بسيطه جدا ان احنا الاوبشن دوت اللي احنا نخلي الافوميتر الجيج بتاعه رايح على البازر اللي احنا شايفينها دي، تشبه عمليه لشكل علامه الواي فاي بس بتجمع. ايه فكره انها بتطلع شحنه ضعيفه جدا مايكرو فولت تقريبا، وعندي تو الكترودز دولت الايه تقدر تقول الموجب والسالب بتاعه. احنا المفروض نحط دوت على اي عنصر، يعني زي مثلا عنصر زي ده كده لو ادانا صوت معنى كده ان الالكترود الشحنه اللي طلعت منه من دوت راحت قبل دوت وبالفعل اكتملت. ليه؟ لان ده كده كان موصل يعني حاجه زي كده. ونركز في الصوت عيد تاني بحيث ان احنا نقرب ليها ونسمع الصوت. سمعنا صوت يبقى دي ايه؟ الكتريكال كوندكتور. سمينا هو ايه؟ فاليد الكتريكال كوندكتور. تمام؟ حاجه زي كده سيراميك واضح جدا ان هو ايه مش هيوصل، فاحنا مش هنسمع صوت بازر. فهو تقدر تقول باينري تيست جدا لواحد لذيذ ولا بيوصل ولا ما بيوصلش، لا بوزيتيف لا نيجاتيف. فده كده كان الكتريكال كوندكتيفيتي. يشبه لي الماجنتيك تيست. ماجنتيك تيست وطبعا ده برضه بيميز الميتلز. لو كان انضم لها يعني ده بعض الميتلز مش هي ايه مش هيجي فيه ده مثلا ايه ده اوستينيتك ستينلس ستيل دوت ما بيبقاش الماجنت ما بينجذبلهوش. انما ماتيريال زي دي كده مثلا ده ماجنت اهو حاطين عليه الاران جذب واضح جدا، فلاما ماجنت يعني فيروماجنتيك او مش فيرو او نون فيروماجنتيك. ده كده كان الاختبار الاخير في الفيجوال تيستنج او انا اسف في الماتيريالز ايدنتيفيكيشن لاب. في اكثر من طريقه احنا استخدمنا الفيجوال، استخدمنا الدنسيتي، استخدمنا الالكتريكال كوندكتيفيتي، استخدمنا الماجنتيزم. ده زي كده زي اوفر فيو على اللي بيحصل في اللاب ده. انت التاسك بتاعتك اللي مطلوب منها او اللي هتاخده عليها الايفالويشن بالنسبه لل اللاب ريبورت رقم واحد دوت، بالمناسبه احنا هنشتغل في جروب عادي جدا. احنا في العادي كنا بناخد اللاب ريبورت دوت ونقعد نملاه بالداتا اللي عندنا، بس طبعا دي حاجه بعيده عن ايدك، وانا لو استاهلك هتكون انت ما عملتش حاجه. فانا عايزكم في البيت كل الجروب يجيب مجموعه من الماتيريالز الموجوده عندنا في البيت، حاجه في استطاعتك يعني، تفرق ما بينها تاخد الاوبزرفيشنز بتاعت الفيجوال الاوبزرفيشنز اللي عندك والسنسنج انك تحسها وتشوف ايه اللي فيها، تحسب لي الدنسيتي بالطريقه المترتين اللي احنا قلنا عليهم، ولو ليك اي كومنت زايد سواء مثلا حاجه الماجنتيزم لو حد فيكم عنده ماجنت. الكتريكال كوندكتيفيتي صعبه بس في بعض الميتلز بتبقى واضح فيها ان هي الكتريكالي كوندكتيف. وفي الاخر تعرفني ده نوع الماتيريال بالتحديد ايه، هي ميتلز ولا نون ميتلز، واسم الميتال لو كانت سبيكه تقول ايه هي، ونفس الكلام للبوليمرز والبلاستكس المسات الالاستمر واسمها. دي التاسك. انا عايز خمس لكل جروب يجيب لي خمسة أو خليهم ستة، ست حاجات عندنا ست items وتعمل عليهم كل الـ observations بتاعتك، في الآخر تطلع بـ conclusion. ده كده كان lab report رقم واحد. السلام عليكم شباب، ده زي follow up كده الـ material identification test تعويضا يعني الحاجات اللي انتم ما قدرتوش تعملوها بإيديكم. ده زي tool لطيفة جدا زي simulation، هبعت لكم اللينك بتاعها لو حابين ان انتوا تشوفوا الفروق ما بين الدنسيتي ما بين الماتيريالز المختلفه. عندنا حاجات كتير اهو، يعني مثلا ده ايس كيوب اهو
كتلته 4.6 كيلو جرام، حط بره هنا اهو كده، عايزين نوصل نشوف الحجم بتاعه. احنا عارفين ان الدنس بتاعته 0.92 كيلو جرام لتر، اهو هو مداني. طب انا عايز اشوف الايه الفوليوم بتاعه. انت ممكن يعني ايه ماس على دنس وتجيب الفوليوم، او تعمل حاجه بسيطه اللي انا كنت بقولها بقى في الفيديو، انك انت تمسك دي كده اهو، توقعها هنا اهو في حاجه فيها 100 لتر وتشوف هترتفع قد ايه. تمام، هي كانت 100 لتر بقت 104.6، معنى كده ان هو 4.6 لتر ده الفوليوم بتاعه، هي نفس ناتج الماس المقسومه على الدنسيتي هنا. ده كده ايس، ممكن تغيره تجيب وود، يعني تخلي وود ثواني وود ده 100 كيلو جرام من العلاقه ما بين الدنسيتي اهي وما بينه، وممكن تجيب الايه الفوليوم او نفس الطريقه. طبعا ده هيفلوت، ده طريقه برضه نفرق ما بينهم. لو بريك توب يعني تلاقي مثلا 10 كيلو جرام والفوليوم بتاعه نجيبه برضو من العلاقة من الماس والدنسي، أو عندي حاجة 100 لتر وتروح سايبه هنا تلاقي طبعا سينك وتجيب 5 لتر. واضح إن ده 5 لتر، ليه؟ لأن الدنس بتاعته 2 كيلو جرام لتر والماس بتاعته 10. تجيب آخر حاجة ألومنيوم أهو الشكل ده، نشوف طبعا هي سينك، هنشوف الدنس بتاعته والفوليوم والماس، طبعا ريليشن واضح ما بينهم جدا. في طريقه تانية برضو تول برضو لطيفه، ان هو انك تقارن ما بين 4 حاجات ليهم نفس الماس بس ما لهمش نفس الفوليوم، وده بيوضح لك الاختلاف بتاع الدنسيتي. طب انا عندي ماس وعايز احسب الحاجات دي الدنسيتي، يبقى لازم تجيب فوليوم. نجيب فوليوم ازاي؟ اهو عندي حاجه 100 لتر وتشوف هتجيب لي ديت ارتفعت قد ايه، اهو 2.5 لتر، فانت معاك 2.5 لتر ده حجمها، وعندك الماس بتاعتها تقدر تجيب الدنسيتي. لو انت عايز تتعرف على حاجه انت مش عارف بعد كده تروح تدور على النت الرينج بتاع الدنسيتي ده واقع فين، هي الميتال سيراميك بوليمر وتجيب نوعها. نفس الكونسبت للباقيين اهو، يعني ديت اهي 5 كيلو جرام برضو الفوليوم بتاعها مختلف، فبالتالي الدنسيتي مختلفه، نعمل سيرش اونلاين ونجيبها، والباقيين برضو واضحين. برضه ممكن تسبب بارامتر تاني هو نفس الفوليوم بس ايه طبعا الدنس مختلفة، وانت عايز تجيب ده سيم فوليوم، كله نفس الفوليوم وكله نفس الماس، كله نفس الماس بس احنا معناش الفوليوم ايه هو، نجيب الفوليوم من انهي؟ ما انت لو جبت الفوليوم لواحدة خلاص جبت الباقي، عايزين نحسب الدنس بقى لكل واحدة ونخش على النت ونفرق ما بينهم.